الحميمية والعلاقة الخاصة بين الزوجين. فكرة الخوف اللي بيتملك المرأة الحامل قديش ممكن يأثر على استكمال العلاقة الزوجية بينه وبين زوجها؟ لا بصي، هو الخوف، احنا الخوف ده في حياة كل الستات من قبل ما تتجوز ومن وقت ما تتجوز ومن ساعة ما هي حامل ومن ساعة، يعني الخوف ده حاجة موروثة عندنا عند كل الستات. الخوف يعني جزء، يعني بيبقى عندها خوف لأنه هي حاسة بتغيرات في جسمها. أوكي. ده نوع من الخوف. خوف تاني لحسن العلاقة الحميمية تتسبب في أن الجنين ينزل، ده نوع تاني من الخوف. خوف تالت أنه هي بتتألم، فخايفة أنه العلاقة الحميمية دي تزود الألم اللي عندها. أوكي. فإحنا عندنا كذا نوع من الخوف. نعم. والخوف ده أساس يعني نعم بوظان حاجات كتير جدا في حياتي. دكتور عامر، مسموح بالعلاقه الحميميه اثناء الحمل؟ طبعا يا فندم، هي زي ما قلنا ان احنا بنقسم الحمل لثلاث مراحل. فالمرحله الاولانيه او اول ثلاث شهور في الحمل بننصح ان احنا نقلل من العلاقه الزوجيه، لان يعني زي ما قلنا دي مرحله لسه غير مستقر الحمل قوي، وبننصح ان احنا نقلل الموضوع دوت. بعد اول ثلاث شهور ما بيخلصوا مفيش اي مشاكل خالص من ممارسه العلاقه الزوجيه، الا في حالات معينه. لو مثلا السيدة عندها المشيمة واطية أو حاجة بنسميها بلاسنتا بريفيا، دي ممكن نمنع خالص العلاقة الزوجية، لأن ممكن لا قدر الله ده يؤدي إلى انفصال في المشيمة أو حاجة اسمها بلاسنتال سيبريشن. لو السيدة دي عندها عرضة إن هي جالها طلق مبكر، يعني جالها طلق مبكر قبل كده، برضو دي مش مستحب قوي إن هو يبقى فيه علاقة زوجية بشكل منتظم. لو السيدة دي عندها مثلا أي مش كيس الماية أو جيب الماية مفتوح، دي برضو مش مستحب جدا، ان ده ممكن يدخل ميكروبات معينة تؤثر على الجنين.